أجمل ما في الفتاة حياؤه، وأجمل ما في الرجل شجاعته. أعلى صفة بالمرأة حياؤها. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. يا أخي الحياء فقد الآن، يعني الحياء أجمل شيء للمرأة، حياءها وخجلها. الآن يرتفع صوتها وتخاطب زوجها بقسوة بالغة ولا تعبأ. هذا بعلم النفس يفقدها أنوثتها. في المرأة جميلة في الأساس، بس أجمل ما في المرأة أنوثتها. الأنوثة تأتي من حيائها، من خجلها، من سكوتها أحياناً، في صفات تعد